بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، يا سلام التواصل، إن شاء الله جاري هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هناك. الوسمي للسيد عبد الله بن مطر بن رفيعة، بينما اللي في المركز الثاني أيها الإخوة للسيد رادار، نحن بنقول عم رادار ولا الشباب، احمد بن عبد الله محمد بن هلي، ثالثا لسيف نواف، ايضا هنا ياتي ثالث المراكز حشيم عيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع. النقل على المركز الرابع، اللي في المركز الرابع ايها الاخوه حضورنا الكريم جمهورنا المميز نبراس، محمد سالم سلطان بن واس. وفي المركز الخامس، اللي في المركز الخامس هنا من يقترب في هذه اللحظات الجميلة، زيزوم محمد سالم سلطان أبو نواس. وفي المركز السادس يأتي مشعل عبد الله بن شطيط بن قميش، أيضا يأتي سادس المراكز. بينما اللي في المركز السابع ما شاء الله شاهين سعيد خضير عبيد الكتبي. النقل على المركز الثامن، اللي في المركز الثامن هناك الريف لمحمد سالم حازم الدوسري. وفي المركز التاسع من يأتي في هذه اللحظات البجع لمطر بن سالم بن مر العامري. وفي المركز التاسع ولا العاشر بنقول العاشر هنا اللي يأتينا في هذه اللحظات ما يهاب سالم بن عبد الله الحميدي بن تميم الاجتبي. هكذا كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز، ذعناها عليكم كاملة. الوسمي والشبابي الاثنين في موقع واحد، موقع جميل، موقع مميز، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء. الاثنين ما شاء الله الاثنين كلهن في موقع استراتيجي، موقع يعني فيها الإثارة. شوطنا الأخير الأربعة والعشرين، إلى أين سوف يذهب، إلى أين سوف يرحل بهذا السلام؟ الوسمي وراء والشبابي الاثنين في موقع جميل، نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين. الله يا الوسمي عبد الله بن مطر بن محمد بن رفيعة ثاني أول مراكز، المركز الثاني الشبابي للسيد أحمد بن عبد الله بن هلي، أيضا يأتي هنا مع الشباب. بينما اللي في المركز الثالث هناك من يصل في هذه اللحظات، شعار بن يميع عيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع يأتي ثالثا. ورابع المراكز مشعل عبد الله بن شطيط بن قميش، ولا هذا الشعار بن واس سالم محمد بن سالم بسلطان بن واس، مشعل هناك من الجانب الثاني عبد الله بن شطيط بن قميش. هكذا كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة، الشبابي في المركز الأول، الشبابي مسيطر على مقدمة هذا الشوط ما شاء الله تبارك الرحمن. أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي من يقدمه هنا بهذا المركز، بهذا المستوى الجميل، هذا المستوى الراقي حتى هذه اللحظات. على المركز الأول وسمي يأتي بثاني المراكز، عبد الله بن مطر محمد بن رفيعة ثاني المراكز، ثالث المراكز هناك مشعل عبد الله بن شطيط بن عبيد بن قميش. ها هي 600 متر الأخيرة اللي تفصلنا عن خط النهاية، وعن هذه الأجواء الجميلة، الأجواء الممتعة. يا الله يا الشبابي،
الله يا الشباب يحيوه على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط مسيطرا متابعا لهذا المركز، بينما المركز الثاني شوي ثاني المراكز. ها هي النتيجة كانت للمراكز، ذعناها عليكم بالوفا والتمام. سلام للمرة الثانية أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي بمناسبة فوز الشبابي بالمركز الأول. ها هي لحظات وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. لحظة وصوله خط النهاية المركز الثاني لمطار بن سالم المر، المركز الثالث عبد الله بن شطيط بن قميش، المركز الرابع شعار عبد الله بن مطر محمد بن رفيع، المركز الخامس شعار محمد سالم سلطان ابو نواس. هاي النتيجة 6:22:50 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.